تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. في هذا البرنامج يعني اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهرة، يعني نفتح أبواب التواصل معكم لاستقبال ملاحظاتكم، اقتراحاتكم، آرائكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. إذن مستمعينا، أرقام التواصل معنا 600-55-1414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. هذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي من خلف الميكروفون، وفي التنسيق معنا اليوم حمد المعيوف، وأيضا فريق قسم الإعلام كانوا في إعداد هذه الحلقة، وفي الإخراج منو معنا اليوم ميثة برنبيات. انزي ميثة طبعا من شافت ضيفتنا بخبركم منو، إن شاء الله ما تكح بس بخبركم منو ضيفتنا. زي شافتها ما شاء الله دشوا جلبوا لي الاستوديو فوق تحت. عموما زي اهي لين باكر حتى تقول لي من رمضان تكحي. عموما مستمعين الكرام، تنطلق يوم الاثنين المقبل بفندق جراند حياة دبي فعاليات منتدى دبي الصحي الذي تنظمه هيئة الصحة بدبي يومي 9 و10 من يناير الجاري بمشاركة واسعة من العلماء والخبراء والنخب الطبية والمتخصصين من داخل الدولة وخارجها، الذين سيجتمعون إن شاء الله لمناقشة جملة من القضايا الصحية المهمة التي تتصل بمستقبل الابتكار في القطاع الصحي والتحديات العالمية التي تواجه المؤسسات الصحية المسؤولة عن تطوير هذا القطاع. أيضا مستمعينا، نحن قبل أن ندخل في أخبار اليوم خلونا ناخذ هذه المداخلة وهذا التقرير اليومي من زميلة أسماء الجناحي اللي بتكلمنا عن آخر مستجدات السوشيال ميديا في هيئة الصحة بدبي والإعلام الاجتماعي وحساباتنا. أسماء صبحت الله بالخير. ألو، موجودة معنا أسماء ولا؟ موجودة. موجودة، مرحبا. ظهر الصوت ما كان واضح عندي، بس أسماء أول شيء قبل أن نأخذ الرسالة الصباحية خبرينا شو الأشياء الجديدة اللي موجودة عندنا في السوشيال ميديا وشو أوضاع المنتدى، منتدى دبي الصحي كذلك. الحمد لله في تفاعل كبير مع المنتدى، والوسم بدأ الحمد لله يعني الناس تكتفي. الوسم هو منتدى دبي الصحي وبالإنجليزي DHS 2017. هذا هو الوسم، الوسمين باللغة الإنجليزية والعربية التابعين لمنتدى دبي الصحي. جميل. أسمع أنا قبل أنا أدري أنت مستعيل على الرسالة الصباحية، بس بسأل سؤال هني على المنتدى. على المنتدى، زين. أنا كنت أبغى أسأل عن المنتدى، لأن المنتدى بالنسبة لي السوشيال ميديا هنالك يعني الكثير من الفعاليات اللي تهم رواد التواصل الاجتماعي في هذا المنتدى، عشان شيء يفترض أنه يكون واحد من الحسابات أو واحد من الأوسمة اللي تاخذ ترند يعني في السوشيال ميديا. ان شاء الله نتوقع يكون ترندنج في اول في يومين بيكون فيهم المنتدى. غير هذا كل المتحدثين اللي راح يتحدثون في المنتدى يقدرون الناس يشوفونه ويعرفون نبذة عنهم على حساب DHF_Dubai اللي هو على تويتر وفيسبوك وانستغرام، فالمتحدثين ومعلومات عنهم كلها متوفرة في هالحسابين. غير هذا نقدر نقول لهم تشوفون كل المعلومات عن المنتدى حتى التسجيل هو
dubaihealthforum.org dubaihealthforum.org وتسجيل مجاني ما في رسوم للحضور لكن التسجيل مطلوب. جميل، هذا اللي بيحضر الجلسات، لكن في الحديقة عندنا بتكون المنطقة أكسس حق كل الجمهور حتى اللي ما سجل. في الحديقة بيشوفون وايد أشياء طرحة جديدة والتقنيات والابتكارات حتى يقدرون يجربونها في الحدث في المكان. جميل. هذا بالنسبة للمنتدى. أما بالنسبة لرسالتنا اليوم هي إن أردت أن تكون أكثر صحة وسعادة فعليك أن تبدأ بتغيير نمط حياتك وكن أكثر قوة وإرادة لهذا التغيير الإيجابي. هذه رسالة برنامجنا صحة وسعادة الإذاعي اسمه حتى هو بس شو اسمه، ما شاء الله رسالة جميلة جدا بالفعل. هذا كله عشان الحملة نحن قاعدين نسوينا أخوي محمود، الحملة اللي أصلا طلعت من المجتمع ونحن يعني نزعمها اللي هي شهر بدون سكر. كنا حاطين إحصائية أمس على تويتر للي موجودين، للأسف 9% قالوا نحن ما قدرنا نتحمل وخربوا التحدي. أفا هي و44 قالوا نحن أصلا ما تشيرا وياكم، لكن 41% الأمور طيبة عندهم و6 مترددين يكملون. أنت دخلت التحدي معاهم ولا اسمه أنت داشة معاهم التحدي؟ هي أنا وياهم حيث رابع يوم بدون سكر. ما شاء الله عليكم ما شاء الله عليكم. عموما أتمنى لكم إن شاء الله حياتكم كلها السكر، سكر جميل يعني مو بنا من غير سكر. غير هذا بس نحب نقول معلومة إحنا نشرناها أيضا في التواصل الاجتماعي إن السكر يقلل من فاعلية الجهاز المناعي يعني يأثر حتى على الأمراض المناعية الموجودة، فهاي معلومة نحب نقولهم إياها وموجودة في حسابنا على تويتر. نذكر بالحسابات اسمه حسابنا DHA_Dubai موجودين على تويتر إنستغرام فيسبوك سناب شات بريسكوب لينكدين. شكرا لك، شكرا لك أسماء الجناحي، كانت معنا على عبر الهاتف، أعطتنا الرسالة اليومية الخاصة بحسابات هيئة الصحة بدبي الاجتماعية. أيضا مستمعينا يعني بالأمس ذكرت مجلة علمية مرموقة أول أمس الثلاثاء صراحة أن علماء اكتشفوا عضو جديد في الجهاز الهضمي لجسم الإنسان وهو ما يسمى مساريق، وهي عبارة عن أغشية تغلف الأمعاء. كان يعتقد في الماضي أنها تتكون من أجزاء منفصلة التكوين، لكن الباحثين وجدوا أنها عبارة عن عضو متصل، مما جعل العلماء يصنفونها في مراجعهم التي نشرتها مجلة لانست الطبية المرموقة المتخصصة في الجهاز الهضمي والكبد. وقال كالفين كوفاي الباحث في مستشفى جامعة لايمريك في إيرلندا الذي نسب له الاكتشاف الجديد في الورقة البحثية التي تمت مراجعتها وتقييمها علميا، نتحدث عن عضو في الجسم لم يكن معروفا حتى اليوم. وبحسب الورقة البحثية فإن المساريق مكونة عن غشاء يربط بين الأمعاء في البطن، وبينما لم يعرف بعد وظيفة هذا العضو الجديد فإن هذا الاكتشاف قد يؤدي إلى اكتشافات أخرى بشأن تأثير ذلك على أمراض الجهاز الهضمي. يعني تخيلوا ما شاء الله العلم وين وصلنا، توهم يكتشفون أن في جهاز أو عضو جديد في الجسم، يعني على التصوير وعلى ما أدري الأشياء الكثيرة اللي موجودة عندنا لكن توهم يكتشفون هذا الموضوع. فهذا يدل أن يعني الواحد كل ما يبحر في العلم كل ما يشوف أشياء جديدة يعني ما كانت معروفة عنده. عموما إن شاء الله يا رب هذا الاكتشاف يؤدي إلى يعني الوصول إلى نمط جديد من العلاج يساهم في توفير السعادة والراحة للمرضى. في دراسة بعد نقول دراسة ثانية ميثة عندنا دقيقة أوكي. دراسة حديثة تقول أن اضطرابات المعدة قد تكون إحدى سلبيات جراحة تخفيف الوزن. توصلت دراسة هولندية حديثة إلى أن جراحة تخفيف الوزن قد تسبب مشاكل مزمنة في المعدة لدى المرضى، حيث وجد الباحثون بأن المرضى الذين يجرون جراحات المعدة التنظيرية وهي نوع الأشهر من جراحات تخفيف الوزن يواجهون خطر الإصابة بمشاكل في المعدة وعدم القدرة على تحمل الأطعمة لمدة 2 بعد إجراء الجراحة. تتضمن هذه الجراحة خياطة المعدة أو تدبيسها بحيث يتجاوز الطعام معظم المعدة ويعتبر مباشرة ويعبر مباشرة إلى الأمعاء، بذلك يتدنى امتصاص السعرات الحرارية.
المعد الرئيسي لهذه الدراسة الدكتور توماس بوير لاج الباحث في قسم الطب الباطني بمستشفى سلوترفات بالعاصمة الهولندية أمستردام يقول يمكن لهذه المشاكل أن تحدث في جميع أنواع جراحة التخفيف الوزن الأخرى، وقد أشارت العديد من الدراسات لذلك، إلا أن الجديد الذي قدمته دراستنا هو أن المشاكل قد تستمر لفترة طويلة بعد إجراء الجراحة، خلافا لما كان يعتقد سابقا بأنها تستمر لسنة واحدة فقط. يعني يا جماعة الخير، شوفون مشاهير هذيل السوشيال ميديا طالعين كل واحد مسوي عملية وما أدري كذا وياسس يروج لها أنه هو ضعف وما أدري كذا. يا أخي انتبه، أول شيء حاول قدر الإمكان أنك تنزل وزنك بالرياضة، شو خسران؟ هذول الجماعة مسوين هذا الدايت مال السكر، مع سامحين أنا شوي تحمست، بس لأن المسألة عند معظم الناس الواحد ما يلجأ لهذه الجراحات إلا مثل ما تقول أغنية محمد عبده إلا الشديد القوي. إنزين، فالله يخليكم، يعني الواحد ينتبه، هذه جراحة تراها في النهاية، يعني أنت في النهاية قاعد تسوي جراحة. يا أخي العب رياضة، خفف أكل، لا تأكل سكر، لا تأكل ملح، لا تأكل كل 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 كل. بارك الله فيك. خلينا نطلع فاصل الله يخليك، ونرجع بعد الفاصل عندنا إن شاء الله خبيرة وأخصائية التغذية وفاء عايش، ما كحت اللهم لك الحمد. هذه كحت. عموما بعد الفاصل عندنا مواضيع كثيرة ما تحدث فيها، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تخدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. قبل الفاصل أنا كنت أقرأ خبر، يعني مو خبر العضو الجديد، لا كنت أتحدث عن خبر خاص بالعمليات الخاصة بجراحة تخفيف الوزن، وتحدث عن هذه الدراسة أيضا. اليوم أنا عندي دكتورة وفاء عايش مدير إدارة التغذية العلاجية، تغذية العلاجية ولا السريرية؟ نفس الشيء. التغذية العلاجية في هيئة الصحة في دبي. صبحك الله بالخير دكتورة. يسعد صباحك. نحن موضوعنا مختلف تماما، لكن أنت حبيت تعلقين على هذا الخبر، وأيضا عندك كذلك تنويه كذلك تبغين يعني توجهينه للمستمعين، فما نسمع التعليق مالك وبعدين ما نتكلم عن التنويه إن شاء الله. بالنسبة للتعليق على الدراسة اللي انعملت على العمليات الجراحية لعلاج السمنة، أنا دائما أيد كلامك محمود إنه الواحد. هذا مو كلامي أنا، هذه لا دراسة. لا مخلفة. كلامك اللي أنت علقت عليه أي. إنه أعمل رياضة وخفف الأكل. صحيح. وكل شيء بيستوي. كنا بنتكلم إحنا وعليا إنه في ناس فعلا راحوا الخدمة الوطنية ونزل وزنهم، ليش؟ لأنهم هم قللوا الأكل ولعبوا رياضة ونزلوا استوى رشيقين، لكن تركوا نفس أعمارهم، ليش؟ لأنه بدهم يعمل عملية. العمليات أقرت للناس اللي يعانوا من سمنة مفرطة تؤدي في خطر على حياتهم، ومصاحب لها العديد من الأمراض زي سكر، ضغط، أمراض قلب. ممكن الإنسان لو ما عمل العملية فهي تعتبر لايف سيفينج، يعني إنقاذ حياة، في هالحالة يسويها، لكن الباقي ممكن الوصول إلى الوزن المثالي. ليه؟ لأنه الآن عم بيكتشف العلم، كل يوم في شيء جديد من وراء العمليات. جميل. أنا بس دكتورة لتو أشتغل عندي نظام الاسمس، حمد شوفي لي المستمع أحمد محمد يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو الاتصال تحت الهواء بسبب شكوى على هيئة الصحة بدبي مركز ند الحمر قسم للحوامل. شوفي لي شو الموضوع ماله، وبعدين في استفسار كان هل يحتاج الحاصل على التأمين الصحي إلى تجديد البطاقة الصحية للوافدين؟ طيب نخصص حلقة كاملة إن شاء الله بعد المنتدى للتأمين الصحي منجاوبك على جميع استفساراتك. تفضلي دكتورة. أوكي. فإذا للضرورة، وإذا هو فيه إنقاذ للحياة نسويها. غير عن هيك نتبع النصيحة الرائعة اللي أنت حكيتها، رياضة مع أكل
صحي أكل أكلك لكن مدروس، مدروس إنه تحرق الكالوريز أكثر من الأكل اللي تأكله. بس عملية بسيطة. حبيت أنوه على إنه إحنا بهيئة صحة دبي من 2015 لين ومستمرين في 2017 عم نعمل مبادرة الحكومي الموظف الحكومي المتميز تغذويا، المبادرة اللي تهدف إلى توعية وتثقيف المتعاملين في هيئة الصحة وخارج هيئة صحة دبي في كل الحكومة من خلال ورش عمل، وبناخذ القياسات الأنتروبومترية وكذا، وبنشوف وبنعطيهم النصائح اللي لازمة حتى يوصلوا للوزن المثالي والصحي. وهذا عملتها قسم التطوير والمتابعة عندنا والتثقيف التغذوي. فأتمنى أنه أي حدا حابب يتواصل معنا عشان نوصل لعنده، إحنا عم نتواصل شخصيا، لكن نتمنى أنهم هم يتواصلوا معنا إذا هم حابين نقرب لهم. عندك 0421977708. و هذا لازم يكون في موظف في حكومة دبي؟ لا احنا هلا احنا طبعا نصل للمجتمع في كل الاحوال، ولكن هاي للموظفين الحكوميين بنروح نعمل ورش عمل في في الادارات او المراكز الحكومية. شو بيحصلون جائزة؟ هو إذا طلع متميز ولتا يعني هذه أكبر جائزة. هاي أكبر جائزة لأنه نصحته، ولكن فلك طيب بنخلي الأخت سامية تعمل نتحدد لأن هي المسؤولة عن المبادرة. وزع جوائز من عيوني. حاضر خلاص تم إن شاء الله تكون سمعتنا حتى نقدر نحطها بإذن الله. عموما وهقناها على الهواء. عموما انزل اليوم نحن عندنا موضوع التطبيق اللي اطلقته هيئة الصحة بدبي خلال مشاركتها باسبوع الامارات للابتكار، واللي حقق نجاح كبير جدا واقبال متزايد من قبل مختلف فئات المجتمع، خاصة أن التطبيق يهدف إلى تشجيع الأطفال على شرب الماء لتفادي العديد من المشاكل الصحية كالجفاف وغيرها. هذا التطبيق اسمه سمكة بطوني. بطوني بحب أحكيها تدي. أي اسمه حلو يعني. يعني دكتورة الحين أول شيء أعطينا فكرة عامة عن هذا التطبيق. قلنا أنه يساهم في تشجيع الأطفال على شرب الماء. هو تطبيق وقصة سمكة بطوني. أول شيء تبع المحور الاستراتيجي تبع هيئة صحة دبي اللي هو التأثير على المعنيين، والمحور والهدف الاستراتيجي تأهيل تأهيل وتدريب المجتمع على أسلوب حياة صحي وسلام العامة. طبعا الهدف الأساسي أنه نساعد الناس في تحسين المستوى الصحي والمحافظة على شرب الماء. المرحلة الأولى كانت في أسبوع الابتكار، وكان في مدرسين لغة عربية ولغة إنجليزية، وكان في كتاب كتير كبير موجود في أسبوع الابتكار قصة سمكة بطوني اللي بتشرح مراحل إيش كيف يشرب الماء وشو أهميتها. والمرحلة الثانية هي التعاون مع المدارس KG1، مرحلة اللي هم أول شيء KG1 وKG2، لأنه هاي المراحل تأسيسية اللي تهدف لها القصة. التطبيق طبعا ينزل عند الأهل على موبايلات الأهل، ما في مش موجود على آيباد ولا بس فقط على الأندرويد، من أنه ما يجلس فترة طويلة على الإلكترونيات. حتى أنت إذا استمريت تلعب فيها، يعني طبعا كل ما شربت مي وحققت الهدف الطفل شرب المي، وطبعا الأهل هم اللي بيدخلوا كم شرب في اليوم، فإذا وصل الهدف تبع بتطلع له نجمة، النجمة هاي بتساعده يفتح جيمز ألعاب. الألعاب هاي كمان فيها قصص وفيها لذيذة، يعني بتشجع مثلا على أكل الفواكه على أكل الخضار، حتى الألعاب اللي موجودة هادفة ومسلية للطفل. كانت بالشراكة مع نسلة، هم طبعونا إياها وساهموا معانا في خلق سمكة بطوني، الكاركتر هذا اللي هو معمول فقط للتطبيق وللقصة. الهدف منها انه نتأكد انه اطفالنا عم بياخدوا كمية كافية من المي، واذا قاعد اكتر من 10 دقائق بتطلع السمكة بتقول لك انا تعبان ما بقدر أقعد أكتر، يعني معناته حددنا الكمية اللي بيقعد فيها 10 دقائق مش أكتر. والشغلة الثانية أنه إذا أنت يعني الآن أنا منزلت على تطبيقي طلع لي أنه أنت ما سقيتيني مي اليوم، إذا ما شرب الطفل مي بتطلع بتعمل له لايك، يعني أنه أنا ما شربت مي، أنا بدي تنبيه أني أنا لازم أشرب المي.
جميل. دكتور أنا يمكن شوي نطلع برا على الموضوع هذا، مناخذ مداخلة من المستمع أحمد محمد، أيضا نذكر بأرقام التواصل معنا 600-551-414. تفضل يا أحمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا الساعة. أصبح على الدكتورة. يا صباح الورد. دكتورة طال عمرك، أنا طبعا أمارس الرياضة الصبح عقب الصلاة، لكن أنا طبعا مسوي العملية القلب مفتوح في 2008، وبس يعني الحمد لله الأمور طيبة، لكن شو تنصحيني أنت بالنسبة للأكل يعني؟ لأنه تعرف يعني واحد في كل شيء مرة. أولا اليوم كان كم عمرك؟ 2008 تميت 60 يوم، وزني كان 66. كم عمرك؟ عمري ما شاء الله العمر كله 54. ما شاء الله صغير. لا لا كبير. ليش؟ لا ما شاء الله يعني يانج العمر. هذا بطل الحين طال عمرك. والله أحمد من صوتك أنا عطيتك يعني 33 34. ما شاء الله عليك يا أخي محمود، الله يطول في عمرك عزيز. طال عمرك الله يسلمك. طال عمرك أنا يعني أراجع كل شهر في المستشفى المفرق. طبعا أخذ العلاج ويسوي يحطون على الميزان وسوالف هاي، لكن صراحة زعلان يعني. وين كنت 66 في سنة 2008، الحين 73.5 من 6 شهور. ما شاء الله عليك. أي الصغري شو يقولون الحين؟ كم أنت ما شاء الله عليك. كم طولك ما شاء الله؟ والله طويل يعني، ما بقول شو بعدي والله كم طولي. طويل الحمد لله، والجسم يعني نحيف يعني. ما زين. واضح مت واضح. طال عمرك أنا، بس شو تنصحيني وتعطي بالنسبة للأكل؟ أنت عارف الواحد يعني ها كل شيء ياكل، ما يخليه لا الخضر ولا اليابس. إيه ما شاء الله عليك. يلا زين أحمد، مشكور يا أبو العمر. مشكورين. ما شاء الله أحمد على الوزن، ويقول إنه في طول وكذا وهذا، لكن ويقول الواحد يأكل خضر واليابس. هذا الصغار إيش يسوون عين المساكين اللي في العشرينات وفي الثلاثينات؟ بياكلوا الأخضر واليابس؟ ما بياكلوا الأخضر واليابس، بياكلوا اليابس بس لكن الأخضر ما ياكلوا. لا أخضر ما ياكلوا صراحة. إنزين أحمد يسأل دكتورة شو تنصحينه؟ كم سوى عملية القلب هلا بما أنه عملية القلب المفتوح دائما، وأنا أتوقع أنهم هم نبهوا بهذا الموضوع، أحمد يجب أنه يدير باله كتير على الدهون اللي بتدخل في الجسم، دائما يحاول يأخذ الأشياء اللي تخلي الأوعية عنده دائما صحية ما تسد الأوعية، ما تنسد مرة ثانية وندخل في مشاكل، لأن هي هذا أول أساس. فطبعا ما شاء الله عليه رياضي يقول بعد لازم يحافظ على مستويات. هذا 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 شيء جميل يعني. أنا يعني هو بيقول لي بيلعب بعد صلاة الفجر، أنا بفضل إنه يخليها مثلا يوزعها خلال اليوم. أنا بفضل أكثر، لأنه بكون أكل خلال اليوم كذا، فينحرق بصورة أزبط. نظامه الغذائي أولا بالنسبة ما شاء الله هو طويل و77، وخلال من 2008 يعني أنت بتقول على 8 سنوات. 73 مو 77 دكتور. لا من 73 عامل. لا 73 وزنه. 73 وزنه. أيه. لا بس من 2008 هو مسوي العملية، وإحنا 2016 ما شاء الله تبارك الرحمن زيادة مو بكثير. هو الإنسان بيزيد كيلوين دهن كل 5 سنوات. هذا لا يجب أن يكون عشان تحمي من هشاشة العظام. بس الدهن الصحي خلينا نقول على حسب الأوزان. جديدة والله، أنا ما كنت أعرف. خصوصا عند السيدات مهمة أكثر من الرجال على فكرة، لأن الكتلة العضلية عند الرجل أقوى من المرأة، فالمرأة بعد سن معين طبعا بعد 35 احنا نبدا نفقد الكالسيوم المختزن داخل الجسم. أوكي. فانت شو اللي ممكن يعطيك دعامه؟ الدهون الصحيه خلينا اقول. اوكي. لانه في عندك نسبه للرجل ما تزيد الدهون اللي موجوده في الجسم عن بعمر احمد الله يطول عمره عن 23 يعني احمد الرينج ماله كويس، فهو الرينج تبعه كويس، ولكن اتمنى ان يبتعد عن الاطعمه التي ترفع الدهون داخل الجسم، يعني الاكل المقلي، الأكل اللي فيه وايد ملح، الأكل اللي فيه وايد دسم، ها كله بيبتعد عنه، لأنه ها الأساس إنه يسكر شرايين. والله أنا عندي واحد الشباب شو كان يقول لي، قال لي يا أخي كل اللي تبغي بعد 50 طلعت السماء نزلت الأرض ما بتأكل شيء من هذه. خلينا أقول لك معلومة على السريع دكتور عشان أريح البطوني. في أديب أمريكي عمره 86 سنة. أي. وهو عالم. أي. وقف وقال أن لو أعلم أني سأعيش 86 سنة كان درت بالي على صحتي
وعلى نمط حياتي من البداية. ما حدا يعلم، العمر بيد الله، ولكن يجب أن يكون الواحد عايش صحيا وليس فقط يعيش. جميل. دكتورة نرجع للتطبيق، كيف يمكن تحميل التطبيق؟ بس يكتب سمكة بطوني بالعربي أو تامي فيش بالإنجليزي، بينزل على الأندرويد على كل أنواع التلفونات. طيب، نحن تحدثنا عن أهمية هذا التطبيق، وأيضا دكتورة كم وصلتوا ما شاء الله تنزيلات على التطبيق؟ تبارك الرحمن، من يوم ما بلشنا 80,000. ما شاء الله، في شهر 80,000 من بداية ما بدينا عربي وإنجليزي تنزيل، 80,000 شخص نزلوا التطبيق. نعم، وموجودين عندنا على شكل دراسات. نعم. دكتورة أنا عندي دقيقة بس، ما نتحدث عن المبادرات الثانية اللي عندكم في الإدارة، يعني إذا في شيء تبغين ذكرها في المستمعين. في كتير مبادرات إن شاء الله الأسبوع المفروض أنه في الأخت شيء ما بتتكلم يمكن على عيش الصحة، مش أنا، لكن في عنا الحقيبة التغذوية، في عنا عن العظام، في عنا عن الأم الجيد، يعني النيو مام، الأمهات الجديد، هاي بلطيفة هوسبيتال، عنا في عن في حوالي 19 إلى 20 مبادرة في ذات التغذية. لازم أعمل مشاكل صح؟ في ذات التغذية بإذن الله حتنتقل معانا بالسنة هاي، وإن شاء الله يا ربي نقدر نفيد المجتمع بما يستحق. جميل. دكتورة وفاء عايش، مدير إدارة التغذية السريرية والتغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي، نحن شاكرين لك هذا الحضور، وسامحين عاد عطلناك عن الاجتماع مالك. لا بالعكس، بالعكس، لكن نتمنى لكم التوفيق. وأيضا بس نذكر بعملية اللي يبغي ينزل التطبيق مستمعينا، يكتب سمكة بطوني أو تامي فيش، أو تامي فيش إذا بالإنجليزي. هذا التطبيق وايد جيد ومفيد للأطفال، ويساعدهم يعني في شرب الماء والحفاظ على صحتهم. نعم. وما يخليهم يالسين تي وايد على الآيباد، ولا أنتوا ليش ما تنزلون على الآيباد دكتور؟ آيباد حتخليهم يلعبوا بالجيمز أكتر، ما في كنترول، بس لما يكون على التليفون، لأنه إحنا عم نحكي على فئة عمرية كتير صغيرة. أوكي. من سنتين إلى من 4 إلى 6 سنوات، وهاي الفئة العمرية هي اللي ترسخ فيها العادات الصحية. أوكي. أوكي. فمجرد ما جلس معناته خلاص إحنا عم نخليه يقعد أكتر، وإحنا ما نبغيه. جميل. إذن هذا هو السبب، يعني اللي عنده اللي عنده أي تليفون من آيفون ولا آيباد ينسى الموضوع، اللي ما عنده هذا، اللي عنده الأندرويد ممكن ينزل. لا، آيفون بينزل، ينزل هي كل أنواع التليفونات. شو تقولين أنت؟ أنا ما فهمت. بس آيباد ما ينزل، آيبادز والتابلتس ما ينزل. التابلتس والآيباد. بس هو موجود على كل التليفونات. أنا عندي آيفون ونازل عندي. اوكي، يا ربي، انا اقول يا ربي ليش ما استوعبت، بس على التليفون ها. اي بس تليفون. اوكي. نعم. شكرا لك دكتوره. فاصل مستمعينا، بعد الفاصل ان شاء الله نتواصل معكم. صحه وسعاده. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. طيب، حد منكم يعرف شو هو السيروتونين؟ هذا هرمون السعادة. هيئة الصحة في دبي أطلقت مبادرة جديدة تحت اسم سيروتونين السعادة، وهي واحدة من المبادرات المتعددة اللي أطلقتها الهيئة في الفترة الأخيرة لنشر السعادة وبث روح الإيجابية بين موظفينها. هذا السبب كله لخلق بيئة عمل محفزة مبدعة تساهم في تعزيز كفاءة العمل والإنتاج عند موظفينها. طبعاً الفترة الأخيرة كذلك، يعني بقيادة معالي حميد القطامي، الجو العام في هيئة الصحة يعني تغير، وصار في إنجازات، صار في تحقيق جوائز، صارت في اعتمادات دولية بدأت تتوافد على الهيئة، وأيضا يعني الكثير من المبادرات اللي كان أساسها هو الموظف، لأن إذا الموظف كان حتى في أكثر من لقاء مع معالي كان يأكد دائما على أن يجب أن يكون الموظف مرتاح،
ليش؟ لأن إذا ارتاح الموظف بيقدم وبيعطي. فما نتعرف على هذه المبادرة، أنا عايبني اسمها سيروتونين السعادة، سموها بهذا الاسم لأن على على إطار من 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 هرمون السعادة. فما تعرف على هذه المبادرة، أهداف الجهود اللي تقوم بها الهيئة في هذا المجال، مع ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة عليا أحمد سيف السويدي، رئيس شعبة علاقات الموظفين في هيئة الصحة بدبي. حياك الله معنا أختي عليا. أول شيء أنا بطلب منك أن تقربين من المايك، واحد. اثنين، اليوم أنتوا كفريق عمل مبادرة سيروتونين السعادة اللي هو هرمون السعادة، تتواجدون حاليا في العديد من الأماكن في هيئة الصحة، فخلينا نتعرف على هذه المبادرة وأهدافها بشكل عام. طبعا السلام عليكم. بغيت أبدأ أول شيء قول من عند صاحبي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لابد من تحقيق الأسهم القيادة، لابد من تحقيق السعادة لموظفيك حتى يستطيعوا تحقيق السعادة للمجتمع. طيب أنا بس بطلب منك شيء، يمكن نحول على المايك الثاني ميثا. طيب لين ما نضبط المسألة شوف. أيوه يلا جربي تتكلمين شوية عليا، طالع الصوت زين ولا تكلمي؟ هلا. ايه ممتاز ما شاء الله. أحسن الصوت. شكرا لتميثة. ما كنت اسمع صوتي اساسا. لا انا الحين الصوت اوضح بالنسبه لي، تفضلي. زين فمثل ما ذكرت لعيد الكلام من اول وجديد ان شاء الله. إيه. بعيده. طبعا سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم حاكم دبي شو قال؟ قال لابد من تحقيق السعاده لموظفيك حتى يستطيعوا تحقيق السعاده للمجتمع. صحيح. فهذا شيء يعني مهم جدا في حكومه دبي وحكومه دوله الامارات العربيه المتحده، ان احنا نركز على الموظفين طبعا عشان يكون في شيء إيجابي من نشوفه يعني في المجتمع. صح. فمثل ما يقولون happy employee happy customer، فهاي هي البنوك هاي طبعا. لا حتى عندنا احنا في الصحة والدوائر الحكومية الأخرى على ما أظن. طبعا الهدف موظف سعيد عميل أسعد. طبعا وطبعا مثل ما ذكرت أنت في البداية أخوي محمود، أن الهدف من هاي المبادرة نخلي الموظفين أكثر سعادة أكثر إيجابية. كيف أنت تنشر روح السعادة والإيجابية والتسامح والمبادئ اللي ترسخها حكومة دبي في الموظفين عندك في هيئة الصحة؟ فإحنا طلعنا بحزمة مبادرات سميناها سيروتونين السعادة، لأن بما أن إحنا القطاع الصحي في حكومة دبي، فحبينا أن يكون شوي هذا الاسم مأخوذ من المجال الصحي. خلنا نقول هاي المبادرات طبعا حطينا لها خطة عمل، وفي مبادرات سريعة ممكن نطبقها يعني خلال فترة 6 شهور سميناها نبضات السعادة، وفي طبعا مبادرات تأخذ من 6 شهور لسنة، ومبادرات طبعا أكثر عن سنة. جميل. الجهود اللي يقوم بها فريق العمل من ضمنها في برامج زيارات خاصة بهذه. نعم. المبادرة، فخلينا نتكلم عن هذه البرامج. احنا اللي هي زيارات الميدانية. ايه. احنا سميناها فريق الجوالة او فريق الزيارات الميدانية. بحبينا شوي نبتعد عن الموضوع التقليدي او الطريقة التقليدية في الاجتماع مع الادارات ومع الوحدات التنظيمية. اللي صار أن اقترح شخص من عنا من الموارد البشرية فكرة أن الفريق ما يزور مدير الإدارة، لا يصير يزور الموظفين في مكاتبهم، يعني في مكاتبهم أماكن عملهم ندخل عليهم نبث روح الإيجابية، نحاول نعرف إذا هم عندهم مثلا أي معوقات أي مشاكل أي أمور حابين يتكلمون فيها، وإحنا ممكن يعني أكثر من سعيدين أن نأخذ آراءهم في هذا بهذا الخصوص. جميل. أنا في مسج واصل أنا ما فهمت الصراحة. صباحكم الله بالخير، موضوعكم مهم جدا لكن كثرة الدورات أتوقع مبالغ فيها، دورة مطولة ومكثفة أتوقع أحسن، والله يوفق الجميع. أنا ما فهمت شو لا هو اللي نسوي شوي مختلف عن بعيد عن الدورات، على قولتهم كاجوال، طريقة غير تقليدية في الاجتماع مع الموظفين. تحسس الموظف أنه مرتاح بعيد عن جو الإدارة وجو القوانين، مو برسمي يعني، الطريقة غير رسمية. ايه. فالحمد لله صداها كبير جدا. جميل. أيضا في بعض المؤشرات اللي ممكن واحد يقيسها، هي مؤشرات السعادة والإيجابية، اللي تعرفينها
شو يعني مؤشرات السعادة والإيجابية؟ طبعا مؤشرات السعادة والإيجابية أو خلنا نقول مؤشر الرضا والسعادة هو أنك أنت تعرف مستوى السعادة عندك في هيئة الصحة بدبي. كيف إحنا طبعا أكيد أن إحنا بنطلع مثلا مستوى السعادة بشكل عام، بس في أشياء أخرى تتعلق بهذا، يعني ممكن ترفع المؤشر وممكن تنزله. عندك مثلا بيئة العمل، صحيح، عندك بيئة مثلا ظروف العمل، الظروف المحيطة هل هي مريحة للعمل ولا لا، عندك مثلا قنوات الاتصال والتواصل، وهي الأمور هاي كلها تصب في مؤشر السعادة. فإحنا نحاول نغطي جميع الـ خلنا نقول النواحي في هيئة الصحة بدبي عشان نعرف هل الموظفين عندنا فعلا سعيدين أو يحتاجون أمور أخرى يمكن إحنا كنا مثلا غافلين عنها ويعني نحطها إن شاء الله. أنتوا صنفتوا السعادة إلى حزم، شو هي هذه الحزم؟ مثل ما ذكرت لك الحزمة الأولى اللي هي نبضات السعادة، عبارة عن حزم مصغرة أو مبادرات مدة تطبيقها من تصل إلى 6 شهور. ليش 6 شهور؟ لأن سريعة، يعني ما تحتاج وايد، يعني مثلا يعني أنتوا خططكم بس الفترة قصيرة ولا لا لا لا، عندنا ثلاث تصنيفات. أوكي. اللي هم نبضات السعادة توصل لست شهور، وعندنا موجات السعادة من 6 شهور لين سنة، وعندنا بيئة عمل سعيدة وإيجابية هاي اللي ممكن تاخذ عن يعني منا أكثر عن سنة. نبضات السعادة اللي احنا تكلمنا عنها بالتفصيل، نبضات السعادة هي اللي فيها فريق زيارات الميدانية، وفيها طبعا أمور أخرى، فيها عندنا مبادرة جديدة إن شاء الله بتنطلق حاليا اسمها وجوه من هيئة الصحة. تعرف إحنا ما شاء الله يعني موظفينا في عدة لوكيشنز حلوين هي نعم، بس بعد يتواجدون يعني ما شاء الله في عدة مواقع جغرافية، يعني حابين أن الموظفين يتعرفون على بعض إن كان يعني حتى كصورة بنحط حتى الصورة اللي حط يعني قلنا إن بنحط صورة تكون مش رسمية، صورة كاجول شوي عشان شوي تعزز هذا التواصل بين الموظفين. جميل. لأن فعلا أنت مثلا ممكن أنا أصير مثلا مستشفى راشد ولا مستشفى دبي ممكن ما يعرفوني، فهاي الطريقة من الطرق البسيطة اللي ممكن تعرف الموظفين على بعض. وطبعا من غير مواهب من هيئة الصحة، احنا حاولنا نجمع كل المواهب حاليا اللي عندنا في هيئة الصحة على أساس تكون تحت مظلة واحدة. هذه المواهب اللي عندنا احنا كهيئة الصحة شو بنستفيد منهم، وفي نفس الوقت هم شو بيستفيدون منهم يبرزون مواهبهم. صحيح. فهاي كل من الأمور اللي هي نبضات السعادة نسميها أو المبادرات اللي بنطبقها خلال 6 شهور. وطبعا من غير أمور في مبادرات في الصحة والوقاية، وعندنا مبادرات في تعزيز الاتصال والتواصل وبيئة العمل الإيجابية والمتسامحة، وطبعا التكريم والتحفيز، وعندنا طبعا برنامج بكم نفتخر، هذا أكبر دليل وأكبر مثال على أن نحاول نكرم الموظفين ونحفزهم على إبداعاتهم، على مؤهلاتهم العلمية، على خدمتهم الطويلة في الهيئة وأمور أخرى طبعا. طيب أنا هني يعني مبادرة جميلة، ما هذا في شيء بعد تبغين تضيفينه في هذا الموضوع عليا ولا؟ تقريبا هذا بشكل عام، بشكل عام عن المبادرة. طيب أنا هني أتساءل يا ترى كيف يمكن لنا أن نتعامل مع الموظف السلبي؟ شو يعني هذه المبادرات كلها تحفز على الإيجابية، تحفز على الإنتاج، تحفز على إيجاد بيئة عمل يعني تكون سعيدة، لكن واحد تسوي له كل هذا بعده سلبي. صح، احنا مرات ممكن صادفنا فئات معينة، بس يعني إذا جينا للصدق صراحة موظفيننا يعني كان على قولتهم بيج جامب أو مثلا قفزة نوعية كانت، أن حتى الموظفين اللي كانوا مثلا نوعا ما سلبيين أو نظرتهم يمكن تشاؤمية للأشياء يوم يشوفونك داخل عليهم، يعني الفريق بالزيارات الميدانية داخل عليهم شالين هدايا يوزعونه بابتسامة بروح حلوة، يسألونهم مثلا أنتوا شو تبون، شو يريحكم، شو الأشياء اللي ممكن نسوي لكم إياها نطور مثلا من بيئة العمل عندنا في كهيئة الصحة، إن كان في يعني في جميع القطاعات، إن كان كموارد بشرية ولا كشؤون إدارية ولا أي قطاع من القطاعات. فتحصل أن الموظف يبدأ ينحرج، فهذا شيء حلو إحنا حابين نشوفه أكثر وأكثر. في ناس فعلا ممكن تصادفهم سلبيين أو صعبين، بس ما في
شيء يتم على حاله. احنا يعني كثر ما نحاول يعني كثر الدقي في تشلحها مع قولتهم، واحنا قد ما نقدر نحاول ان هذين الموظفين ناخذ بآرائهم، نشوفهم ليش يعني سلبيين او شو اللي ممكن يخليهم ايجابيين اكثر. صحيح. ويعني للامانه الهيئه في السنوات الاخيره او شهدت يعني تحسينات في الرواتب بشكل كبير. صحيح. لعدد كبير من موظفي الهيئة كذلك. صحيح. وأيضا كانت هنالك بدلات صرفت من قبل الحكومة في بالنسبة للعاملين في القطاع الصحي، ولكن مع ذلك مؤشر الإيجابية أو السعادة ما وصل مثل ما نشوفه في الأيام الأخيرة مع هذه المبادرات. هذا يعطينا مؤشر اختياري أن الفلوس مو بكل شيء. لا، الفلوس مو بكل شيء. يمكن احنا شاهدنا الفترة الأخيرة يعني ما بقول ان صعوبة، بس كان نوعا ما تحدي ان احنا كيف نخلي الموظفين راضين ونرفع مستوى السعادة او نسبة السعادة عندهم. طبعا الريزلت او النتائج لين الحين ما طلعت حق هاي السنة. ان شاء الله ان شاء الله يكون المبادرات اللي اشتغلنا عليها والاشياء البرامج اللي سويناها خلال العام الماضي يكون تعود يعني بطريقة إيجابية على الهيئة. إن شاء الله ذكرني أخبركم نسبة الرضا ونسبة السعادة يوم تطلع النتائج. أكيد، وبتكوني معنا في زيارة ثانية في البرنامج. إن شاء الله. أختي عليا، بس أنا عندي آخر شغلة أبغي أضيفها في هذا الموضوع، أن معظم هذه المبادرات جاءت من الموظفين. صح. كانت في هنالك يعني جلسات عصف ذهني في هذه المسألة، وكانت هي أصل مبادرات نبعت من الموظفين للموظفين. صح. فأنا أهنيكم على جميع هذه شكرا. المبادرات. أهنيكم كذلك على مسألة عاد الحين أنا سأتكلم عن الإيجابية. سمع عاد، السلام عليكم، أين السعادة للمرضى المراجعين؟ المريض يجيكم وهو كله أمل أنكم تساعدون وتخففون عنه ما يعانيه من الألم، يتفاجأ بمواعيد خرافية. شيرين ثلاث، ما فهمت، شيرين ثلاث أم خالد، شهرين قصدي، أوكي شهرين ثلاث أم خالد. طيب أم خالد، كانت هناك الكثيرة شوية موضوع بعيد عن موضوعنا الرئيسي، كانت هناك يعني العديد من الملاحظات في هذا المجال، يعني تم تحسين الإجراءات بشكل كبير، وبطرح لك بعض يعني المسائل إن شاء الله وبعض النماذج في الحلقات القادمة أم خالد. لكن يعني في مواعيد معينة بالفعل كانت في الفترة السابقة ولكن تم تعديلها، فالحين ما أعتقد في شهرين ثلاث شهور إلا إذا كان في سبب طبي وراء هذه المواعيد. إذا ما في سبب طبي، مسألة يعني محتاجة لوقفة، تصلي فيها حمدة، خذي رقمها، خبريني شو موعدها، عن شو كانت، لأن إذا ما كان طبي ما المفروض يكون شهرين ثلاثة، يعني المريض ما بيتريه شهرين ثلاثة عندنا. عموما نرجع حق المسألة هذه مسألة مهمة أيضا بالنسبة. صح. أنت طرقتي لشغلة أن موظف سعيد. صح. عميل سعيد. صح. تخيل إذا موظف مو سعيد، شي قاعد يجابل الناس. صح. يعني هاي من العوائق اللي ممكن نحن نواجهها، اللي هو إذا الموظف مو بسعيد، فيعني يوم بيع عميل يمكن يعامله مثلا بطريقة غير لائقة، أو مثلا بأسلوب، أو ما يعطيه الفول سيرفس على قولتهم 100%. فإحنا قد ما نقدر، عشان شي إحنا ياسين شغالين على هاي المبادرات، ومبادراتنا ما باللي هي سويناها وخلاص إحنا يعني بنتري النتيجة وخلاص، لا شغالين يعني صراحة عنا عجلة التحرك يعني كبيرة، وقد ما نقدر يعني نحاول نرضي الموظفين. فبتحصل مثل ما ذكرت لك أن مبادرات حاليا بتطبق، مبادرات عقب فترة مثلا بتطبق، مبادرات لا مخلينا مثلا لأن تحتاج دراسة وتحتاج مخصصات مالية فبنخليها ممكن خلال سنة أو أكثر. جميل. عن سنة ممكن إحنا نطبقها. جميل. أنا على طاري مسج أم خالد، يعني أتذكر مبادرة العيادات المشتركة لسرطان الجهاز الهضمي، هذه عبارة عن ثلاث عيادات دمجوها ويا بعض، أو إن حطوا فيها المسار معين للمريض، ومنها قللوا وقت التشخيص وقللوا الجهد. صح. وقللوا الوقت على المريض كذلك. هي. في مسألة المواعيد ولا كذا. فعموما هناك
هنالك مبادرات كثيره في هذا المجال. ام خالد اتمنى انك انت تتابعيني في الحلقات القادمه، بحاول استضيف عدد من الاطباء في هذا المجال. عموما السلام عليكم، كلام وايد حلو يوفقكم. انا زوجي عنده سرطان الفتره الاخيره، ما حصل الدواء من المستشفى، اشتراه من الهند. شكرا. بعد خذي رقمه يا حمده، انا ابغى اشوف يعني. هذه ملاحظات وايد مهمه، واكيد بتساهم في تطوير العمل اذا الكلام هذا صحيح. ليش الدواء مو موجود عندنا وليش ما يتم توفيره؟ فهذه الأسئلة كلها نطرحها على المعنيين. عندك شيء تبين تضيفينه قبل أختم؟ والله حبيت أشكرك بس أخوي محمود، يعني أن نسلط الضوء على هالنوع من المبادرات، هذا جدا مهم حقنا لهيئة الصحة بدبي وللموظفين طبعا. أنا اللي أشكرك وايد أختي عليا أحمد سيف السويدي، رئيس شعبة علاقات الموظفين بهيئة الصحة بدبي، وشكرا على الرسالة اللي تحطوا لي إياها دائما كل ما أبصم دخول ولا خروج. تحطوا لي رسالة جميلة تسعدني الصراحة، كاتبي لي يعيش نادي الوصل. مصلاوي ما شاء الله، يعني الحمد لله البارحة الشارج يعني هزؤونا ما غلبونا بعد. عموما وصلنا لختام حلقتنا اليوم مستمعينا، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله مطلع الأسبوع القادم، وعندنا إن شاء الله بتكون تغطيات حصرية كذلك لمنتدى دبي الصحي الأول، اللي إن شاء الله بيكون واحد من أضخم وأكبر المنتديات الصحية في المنطقة. نتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع سعيدة. شكرا حمد المعيوف، شكرا ميثا بن بيات، شكرا فريق قسم الإعلام، وشكرا لضيوفنا اللي تواجدوا معانا، وحتى نلقاكم أسبوع القادم نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.